مشاركة والصدقة الدورة الثانية تجي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تحت إشراف الأولمبياد الخاص المغربي. وهذه الدورة هذه تتعرف واحد القفزة من خلال عن سابقتها الأولى، وذلك بارتفاع عدد المشاركين من 7 إلى 12 جمعية أو مركز مشارك. وكذلك تعرف مشاركة خاصة بالأمهات تزامنا مع اليوم الوطني مع يوم الأمهات. وجبنا المستفيدين باش يشاركوا في هذه التظاهرة، والحمد لله لعبوا الدراري مزيان. وفي 100 متر كلاس إبراهيم من الجمعية ديالنا في المرتبة الأولى، وكنشكروا هاد الناس لانه هاد المجهود الجبار اللي قاموا به والاستضافه ديالهم الكريمه. والدراري زعما فرحانين تبارك الله، وعاشوا واحد التضارب، واحد الاندماج في الحياه ديالهم. كيف تمكنت من التظاهرات بالنسبه للفئه الخاصه بالمجتمع؟ هاد التظاهرات انا كنتمنى انها تكون اكثر، لانهم كيندمجوا في المجتمع وكيحسوا بالذات ديالهم، كيحسوا انهم قادرين يعطيو، خاصهم غير فرصه باش يعطيو، وما انهم باش يعطيو قادرين يعطيو. وبالنسبه للجمعيه ديالنا كنخدموا في هذا المجال اكثر، انهم الدراري يندمج في المجتمع، وخصوصا دول الاعاقات الذهنيه، انهم خصهم يندمجوا ويعطيو اكثر، عندهم ما يتعطاو ذكيين تبارك الله.